أنا اسمي رشيدة السليمي، أخت المختفية ملكة السليمي. كان جات عندي ليبيا في سنة 1997، كانت خدامة ودك شي. من بعد ما زوجتها بتركي اسمه مصطفى تاشقن، من بعدها مشاو، كانت أيام الثورة دك، من بعد أيام الثورة مشاو لهم لتركيا 2012. من بعد انا مشات لتركيا هي وراجلها، ما بقينا سمعنا عليها اخبار، لا كان عندها الرقم وداك الشيء. ومن بعد ما كنتصلوا بها ما بقاش عندها الرقم، كتسكن في مدينه أدانة. كنت مشيت انايا وما حصلتش، من بعد رجعت حطيت سجلتها في مختفون، وكانت عندي حاله وفاه بعد ما عيطوا لي في مختفون ما مشيتش، حتى وفاه الوالد نتاعي. باها مات وخوها مات وختها مات وما حضرتش، ودابا كنتمنى باش يعني لا كنتشوف فيها ولا حاجه ولا هذا، تتصل بالرقم اللي غنخلي على الشاشه. كنوجه لها ضروري الا كنتشوف فينا على الشاشه ولا هذا تتصل بينا، امها مريضه في حاله. هذا هو الرساله، ضروري تتصل لنا، مش ما كان حيه ولا ميته ضروري تتصل. دابا من 1000 حسبها من 1997 مع مراجعات، ملي مشات سافرات وهذا مع مراجعات. ليبيا كانت عايشه معايا، لا هي ولا راجلها كانوا عايشين معايا، يعني من 2012 ملي اختفت مشات لتركيا ما عادش سمعنا اخبار. لا اتصلت بيه جوج المرات، من تمايا ما عادش اتصل، لا كان كيجاوبني في الاول ومن بعد ما عادش اتصل بين. كيقول بخير وعلى خير ويعني، ومن تما ما عادش اتصل. كندور لو هذا ما كانش، يا الرقم ضاع له يا بدل هو الرقم ما عرف. جيل دارهم مرحبا بيها، لا توحشت شحال هادي من عام، لا بغات تجي مرحبا بيها. صافي شنو غنقول ليها؟ وتوحشنا، واش غادي نقولوا ليها؟ الله يهديها، بغات تجي مرحبا بيها ما بغاتش. كنتمنى نشوفها وتجي تشوف الوالده نتاعها، هذا هو الطلب نتاعي، ضروري امها مريضه تعبانه ضروري تجي تشوف امها. ما حضراتش لباها، ما حضراتش لخوها، ما حضراتش لاختها، ضروري تجي تشوف امها. هذه هي امنيتي انايا، تجي تشوف امها بحدا حيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.